إعطاء شهر عن كل شهر عمل لموظفين القطاع العام. الدولار الجمركي على سعر صيرفة. ما حيزيد بنسبة كتير كبيرة، مش بالنسبة اللي نزيد فيها الدولار الجمركي حينزيد سعر السلعة. يعني أقصى محلات هي ما بتتعدى 3-5%. سأل كل الوزراء وشوف بالورق انه وين في ضرائب ورسوم هي عم تنزيد. في اشياء زادت، في 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 رسم كان 500 ليره عملناه 5000 ليره. عنا الموضوع الاجتماعي، أعطيناه حيز كبير، صار في 400 مليار ليرة للموضوع الاجتماعي. كفر